السادة والسيدات الوزراء، السادة والسيدات النواب المحترمين، بداية أنوه بالعناية الملكية السامية بهذا الملف، وأيضا بتوجيهتي السامية للحكومة باش تاخذ هذا الملف بجد. هذا الملف اللي تعطل بزاف الحل ديالو، تعود مشكلته إلى سنوات التسعينات من القرن الماضي. كنطالبوا لونيب باش دير حل، كتقول لك ما كاينش الماء. جا لاسينيسمون ديال زاكورا ولونيب دارت لو جروب مون دانجينيور سوبيت صافيل، كلفاتو باش دير المسح للمنطقة اللي فيها الماء، العذب ديال زاكورا كتسمى المنطقة ديال الفيجة. دارت المسح، دارت طول وعرض ديال المنطقة، وخرجت بخلاصة أن الماء في المنطقة ديال الفيجة لا يتعدى 1 إلى 5 لتر في الثانية. قلنا آمين، ما كاينش الماء. جاو المستثمرين ديال الدلاح، استمروا في المنطقة، زرعوا 5000 هكتار ديال الماء. السيد الرئيس، 5000 هكتار ديال الدلاح. الماء كيخرج من زاكورا، فين لقاو هذا الماء؟ إلا كانت لونيب قالت بأن ما كاينش الماء ودارت الدراسة، أين عثر على هذا الماء؟ تيقولوا بأن الدلاح استنفد الماء. مزيان، ملي كيسالي الدلاح عطيونا داك الماء، ولا كينتظر الماء حتى يجي الفلاحه عاد كيبان وكيغبر ملي ما كتكونش الفلاحه. انا كنظن هذا الشيء السيد الرئيس، هاد الاعذار السيد الرئيس راه ما مقبولاش. هاد الاشكالات راه جاو الناس هاد العام، كان مبكرا جاو الناس ديال النقب اعتصموا امام البرلمان في فبراير في عز الشتاء أن الماء نقص زاكورا، هذه في فصل الشتاء وكيغوتوا، الناس ديال تاكونيت، الناس مختلف مناطق تفور، خلاتنا لونيب في مواجهة حنا والسلطات المحلية مع المواطنين. شكرا سيدنا المحترم.